السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا حبايبي. إن شاء الله النهاردة معانا يوم جديد ويوم بسيط. إن شاء الله النهاردة هنعمل زكوك بجلد الفراخ. إزاي؟ هعرفكم برضو نفس الطريقة اللي أنا بعملها على طول. هنجيب معانا فرخة أهي، هنجيب الرقبة. أنا عندي الرقبة كده، نوم جايين بالسكينة نازلين بالرقبة كده عشان الرقبة ما تتقطعش مني. حاول تلف السكينة حوالين الرقبة كلها، وتقوم ماسكاها بالسكينة قطعاها. بنات بعد ما نظفتها وغسلتها، طبعا انا كنت محوشه عليه، كل ما كنت انضف فرخه وكنت اعمل كده واعينها في الفريزر. ما شاء الله بتبقى طعمها حلو. طبعا انا كنت جربتها قبل كده، عشان كده حبيت اقولها لكم وحبيت اعملها قدامكم. دي بتبقى قطعه من المصارين من الزكوق. ما تحكموش على الحاجه لما تجربوها الاول، وبجد بجد هتعجبكم. ما شاء الله وسهل خالص اللي ما بيحبش الزكوق. طبعا دي كل السمنه دي كلها هتنزل في نتيجه الطبخ، مش هتلاقي فيها اي حاجه. تابعوا الفيديو الاخر ان شاء الله هو يعجبكم. اهي هنحشاها بقى دلوقتي معاكم. ممكن تحشاها خلطه محشي او لحمه مفرومه او كبده، حسب ما انت عايزه تحشاها ايه. طبعا انا هحشاها قدامكم دلوقتي خلطه محشي. حطيناها على النار، هنحط لها كرنيب شوربه، هنسوي الرز. الرز لازم يكون يتسوي ونسيبها ونهد عليها خالص لما الرز يستوي نص سوى، عشان تبقاش محصلمه مني في قلب المحشيه كده. دلوقتي يا بنات احنا دي خلطه محشي اهي. طبعا احنا سويناها على النار بكرنيب شوربه، حطيت عليها كرنيب شوربه وسويتها على النار رز نص سوا كده. وتبداي تحشي جلد الفراخ. مجرد ما بتحطيه في على النار بتلاقي يقوم لافف كده معاك زي الزكوق. طبعا احنا مسويين الرز نص سوا، احشيها براحتك بقى، مش هتبقى حصى ولا حاجة. بتحشاه من الحتة الواسعة اهي يا بنات كده. طبعا هعمل بقى الكمية كلها زي دي كده. اهي يا بنات احنا حشيناها كلها اهو، اللي هو جلد الفراخ. هنضيف لها بقى كوباية مية او شوربة، وتحط لها نص معلقة ملح، ونحطها على النار. اهي يا بنات حطيتها على النار، وضفت عليها فلفل اسمر ومستكه وحبهان، ونسيبها بقى لما تستوي معانا. وبعد ما تستوي ان شاء الله اوريها لكم. اهي يا بنات الزكوق بتاعنا اهو بجلد الفراخ، ما شاء الله جميل ولفت معانا اهي، وميتها نشفت. هنهد عليها بقى النار ونسيبها لما تتردد كده وتستوي من جوه، وهوريها لكم ان شاء الله ساعه التقديم.